تقرير حقوقي ينشر شهادات لعدد من ضحايا سجن صالح بتعز، المعتقل الذي يعد اليوم واحدا من أخطر المعتقلات. ما أهمية التقرير في محتواه من معلومات وشهادات، وما تأثيره على حالة حقوق الإنسان في اليمن أمام العالم؟ أهلا بكم. تقرير عن معتقل صالح الواقع في تعز، شهادات وقصص تعذيب يتعرض له سجناء ومختطفين مدنيين. المعتقل الذي بات يسكنه الرعب شبهت بشاعته بسجن تدمر في سوريا والباستيل في فرنسا كما وصفه تقرير سام. يختطف الحوثيون المدنيين لأسباب عدة، منها مقايضتهم بأسرى الحرب من مقاتليهم، ومنها اعتبارهم بابا من أبواب التجارة من أجل مطالبة أهلهم بالأموال كفدية للإفراج عنهم ولتجنيدهم كمقاتلين، وهناك من رفض القتال معهم فعذب حتى الموت. هي محاولة من سام والمساء اليمني وغيرها من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهتمة بالمعتقلين والمخفيين قسرا فيما يتلقاه المختطفين من تعذيب جسدي ونفسي ومعاملة غير إنسانية، مثل التجويع والمنع من النظافة والحرمان من التهوية والشمس، أمور يجب أن تظل حاضرة في بال الجميع للدفاع عن هؤلاء المغيبين في أقبية ميليشيا الحوثي. لا يزال ذلك اللقاء العاصف بين الفتاة ربا ووالدها جعفر الذي أفرج عنه عقب اعتقال دام لثلاث سنوات في مدينة الصالح حاضرا في أذهان الجميع، ويكشف جانبا من القهر الذي يعيشه اليمنيون وتعز خصوصا. مدينة الصالح واحدة من المنجزات القليلة التي تذكرنا بعهد الرئيس المخلوع الممتد على ثلاثة عقود، لكنه لم يرحل إلا وقد خلد اسمها كأسوأ اسم على مسامع اليمنيين بعد تحولها إلى معتقل تستخدمه ميليشيات الحوثي لقهر اليمنيين وكسر إرادتهم. الداخلون إلى معتقلات الصالح لا يعودون، وإن عادوا عادوا مشلولين وبإعاقات دائمة. تقرير حقوقي جديد أصدرته منظمة سام كشف جانبا من ظلمة هذا المعتقل، ليكشف لليمنيين واحد من أخطر السجون الخاصة في البلد تمارس فيه انتهاكات بشعة بحق المحتجزين. يقول التقرير أن الرعب الذي يعبر عنه المعتقلون المفرج عنهم ليس له وصف، وبحسب الشهادات فإن الخروج من هذا المعتقل يشعرك بحياة جديدة. يقول أحد المعتقلين لسام أن بعضهم خرج من السجن وقد أصابه الجنون، وآخر دخل السجن مجنوناً فعاد لرشده، جملة تختزل كل شيء. معظم المختطفين من المدنيين يهدف الحوثيون من اعتقالهم لمبادلتهم بأسرى الميليشيا المحتجزين لدى الجيش والمقاومة، أو يتم اعتقالهم وتعذيبهم بغرض التجنيد أو الابتزاز المالي، إضافة إلى المعتقلين السياسيين ومن يثيرون قلق الجماعة في مناطق سيطرتها. التقرير يوثق شهادات وتجارب 27 معتقلا من ضحايا السجن الصالح، كاشفا أساليب التعذيب الجسدية المؤلمة والتعذيب النفسي الذي يجعلهم يصابون بالفزع لمجرد تداول أو ذكر اسم سجن الصالح كما يوضح التقرير. يتحدث التقرير أيضا عن وجود أكثر من 51 سجنا خاصا في محافظة تعز، من بينها 29 سجنا تديرها ميليشيا الحوثي، وتسعة سجون تديرها القوات الحكومية، وتسعة أخرى خاصة تديرها القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، وأربعة سجون خاصة بتنظيمات متشددة. وكأنما ينقص هذه المدينة المحاصرة بالموت والقذائف هو مزيد من السجون. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية نور الدين المنصوري الناشط الحقوقي من تعز، وكذلك سيكون معنا عبر السكايب الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. أهلا بكما ضيفي العزيزين، مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك نور. أهلا بك أستاذة. إذن لو بدأت معك أستاذ نور، كونك راصد حقوقي ومعتقل سابق في سجن الصالح في 2016 تقريبا تم اعتقالك، هل حدثتنا عن الأوضاع هناك كونك شاهد عيان؟
في الحقيقة سجن الصالح يعد من أكبر السجون التي استخدمتها جماعة الحوثي منذ اندلاع الحرب، حيث هذا السجن يعتبر مدينة سكنية في أطراف محافظة تعز، ويحتوي على قرابة 45 مبنى. يعني هناك بحسب ما أفادونا أن هذا السجن يتكون من قرابة 650 شقة سكنية، لذلك هذا السجن يعتبر من أكبر سجون جماعة الحوثي في أنا أعتقد على مستوى كافة المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعة. طبعا من تستهدفهم جماعة الحوثي في السجن في مدينة الصالح وأغلبهم مدنيين، يعني من خلال ملاحظتنا سواء من دخولي في هذا السجن في مطلع في فبراير 2016 او من خلال لقاءتنا بمن دخلوا هذا السجن وخرجوا، تقريبا يعني اسرى الحرب في هذا السجن لا يتجاوز 8 او 10%، بينما بقيه السجناء 90% هم مدنيين تم اقتيادهم من سواء من الشوارع او موظفين تم اقتيادهم اثناء عودتهم من العمل، او ايضا بعض الاطراف يعني هناك قله من الناشطين والاعلاميين اللي تم اقتيادهم من قبل هذه الجماعه كي لا يقوموا بالعمل ضد او لكي لا يذكروا الاحداث التي تقوم بها هذه الجماعه. طيب أبرز المعلومات عن ضحايا سجن المعتقلين كونك نزلت للميدان أيضا وأجريت لقاءات معهم. في الحقيقة سجن الصالح ما في أو المسؤولين على هذا السجن مارسوا أبشع أنواع التعذيب، سواء التعذيب النفسي أو التعذيب الجسدي أو التعذيب يعني هناك انواع، سواء هناك ايضا من التعذيب اللي هو التجويع، النظافه في السجون، تقريبا هناك الكثير من المعاناه التي يعيشها السجناء في مدينه الصالح. ايضا هنا الحاله النفسيه لدى السجناء، يعني اغلبهم يعني عندما يتم اقتياد شخص مدني كان عادي من العمل او كان مسافر او كان يعني عابر طريق، يعني عندما يتم اقتياده لاشهر في هذا السجن وقد تطول لسنوات، هناك تعذيب نفسي يعني شيء سيء، وفعلا والوضع مبكي داخل هذا السجن. ايضا انا لاحظت اثناء دخولي الى هذا السجن ان يعني انا دخلت في مطلع 2016 في شهر فبراير، بقيت هناك ليومين وبعدها تم تحويلي الى محافظه ذمار وبقيت في ذمار قرابه 9 اشهر، لكن خلال اليومين في مدينه الصالح عندما دخلت السجن هو عباره عن شقه، يعني الشقه كانت عباره عن ثلاث غرف، تشمل ثلاث غرف وفيها كان قرابه 28 سجين. طبعا انا يعني عندما تحدثت مع السجناء في سجن الصالح اغلبهم كانوا مدنيين، يعني هناك تقريبا 7 اشخاص تم سجنهم اثناء هو طبعا كانوا ذاهبين لاستلام مرتباتهم، اثناء العوده جماعه الحوثي يعني احد مشرفين الحوثي قال لهم اطلعوا، يعني انا بقوم بتوصيلكم لانه توجد مسافه ما بين توزيع المرتبات في داخل مدينه الصالح، هم استدعوا الى مدينه الصالح لاستلام مرتباتهم. اثناء ما هم عايدين قالوا اطلع يعني من اجل توصيلهم، فاخذهم مباشره الى سجن الصالح دون اي مبرر ودون اي شيء. طبعا قعدوا في سجن الصالح كان لهم قرابه 3 اشهر، عندما حكيت معهم مارسوا عليهم تعذيب فظيع جدا، التعذيب الجسدي، كان يتم استدعاهم للتحقيق ويتم ممارسة معهم الضرب في الكهرباء في السلاح في اعقاب البنادق يتم ضربهم به، ايضا كان هناك يتم منهم من تم تهديده بالقتل، يعني كان يحكي لي احد الضحايا انه اثناء استدعائه للتحقيق كان يعني بعد ما مارسوا عليه الضرب هذا يعني يقول له انت الان خلاص محكوم عليك في الاعدام، راح يتم اعدامك على طول، هو يفك امان السلاح لكي يعدمه، الشخص المجاور له يرمي يعني هو اللي يطلق الرصاصه شخص بجواره، بس لا يعني يشعر السجين بانه معرض للاعدام، وبعد ذلك منهم من يدخل في غيبوبه، منهم من يدخل في حاله نفسيه سيئه، لذلك يعني اغلب الضحايا سجن مدينه الصالح هم بحاجه الى اعاده تاهيل ودعم نفسي اثناء خروجهم من هذه السجون. نعم، ساسالك نور حول امكانيه دخولك الى هذه السجون وكيف سمح لك، ولكن بعد ان نذهب لضيفي عبر سكايب الاستاذ توفيق. مساء الخير مره اخرى استاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمه.
أهلا بك. إذن العديد من التقارير الذي قدمتها منظمة سام والكثير من الملفات التي تم فتحها هذه المرة، وقع اختياركم على سجن الصالح، ما أبرز ما جاء في التقرير أستاذ توفيق؟ حقيقة بداية أنا أقدم الشكر الجزيل لجميع الراصدين والذي عملوا في على هذا التقرير. هذا التقرير حصيلة جهد تقريبا لعام كامل. بعض المعتقلين أو الذين عذبوا توفوا بعد أن أدلوا بشهاداتهم لمنظمة سام، وكان أبرزهم المهمش الذي أهدينا إلى روحه هذا التقرير، والذي رفض أن يكون أحد جنود ميليشية الحوثي يوجه رصاصته إلى صدور اليمنيين. تحمل من العذاب ما لم يتحمله أحد، انتزعت أظافره، انتزع اللحم من مفاصله، لكنه صمد وصبر وحتى أفرج عنه، وبعد 8 أشهر توفى بسبب هذا التعذيب الذي تعرض له، إضافة إلى الحالة النفسية. الغريب، ونحن نعمل في هذا التقرير، أن الراصدين تقريبا جميعهم كان يعيش حالة نفسية كئيبة، سواء من يرصد في الميدان أو من يصيغ هذه القصص أو حتى المصمم نفسه. يعني أكثر من مرة كنا نتناقش لماذا تأخر تصميم هذا التقرير، فيقول اعذروني أنا أحيانا لا أستطيع أن أكمل بسبب أن عيني وقعت على قصة فأحاول أن أقرأها. ولذلك تقرير مدينة الصالح حتى عندما حاولنا أن نغير الاسم لأشياء معينة سياسية وغير ذلك، لكن وجدنا أن هذا الاسم أصبح ليس من حق المنظمة وليس من حق أي شخص من الأشخاص، لأن هذا السجن أصبح جزء من الذاكرة، جزء من الذاكرة اليمنية، جزء من ذاكرة الضحايا. وبالتالي أحيانا كثير من المصطلحات ليس من حقنا أن نغيرها، وليس بمقدورنا أن نوجدها، لأنها هكذا وجدت لحظة في لحظة زمنية معينة، وجد هذا الاسم. عندما نسميه سجن الحوبان أو سجن الوازعي أو أي سجن أو أي مسمى، لن يتبادر إلى الذهن اليمني ما كل هذه البشاعة. وبالتالي احتفظنا بهذا الاسم كما هو ليصبح جزء من الذاكرة اليمنية. هذا التقرير أنا أعتبره اليوم وثيقة تاريخية يوثق لحظة زمنية قاسية جدا على اليمنيين كلهم وعلى تعز خاصة. كما ذكر الأخ الكريم، كان من دخلوا هذا السجن أغلبهم من اليمنيين، لكنهم لم يجدوا اليمنيين داخل هذا السجن، وجدوا أناس إما أن أتوا من خارج الزمن أو أن أناس أصبحت نفسياتهم مشوهة. لا يمكن لشخص أن يقوم بكل صنوف التعذيب المذكورة في هذا التقرير ثم نعتبره شخص سليم أو مكتمل القوى. دعنا نذكر هذه أنواع التعذيب التي مر بها. يعني أنتم وضعتم شارة في البداية، من لم يستطع أو لا يحتمل قراءة يعني صنوف التعذيب عليه أن يتوقف. أنا الأمانة لم يعني قصة واحدة ولم أستطع إكمالها، هناك تفصيل لكثير من أنواع التعذيب. هل ذكرت أبرز هذه الأنواع؟ أبرز هذا التعذيب أن يأتوا بشخص أعمى على سبيل المثال، ويريدونه يعترف أنه قناص على سبيل المثال، وعندما يرفض أن يعترف يصعق بالكهرباء، يحقق معه طوال الليل، يربط من رجله إلى أسفل. هذا وكان مدرس في أحد المساجد في الحوبان. قصة جعفر كنا وثقناها قبل أن يتم إطلاق سراحه، وعبد الحميد جعفر، نعم، كنا وثقناها قبل أن يطلق سراحه من أحد المعتقلين الذي شكى لنا حالة التعذيب التي يتعرض لها. ثم بعد ذلك عندما خرج التقى به الراصدون ووثقوا بقية القصة. بعض الراصدين، بعض الضحايا لا يستطيع أن يكمل القصة، ولذلك أشرنا أنه توقف هنا والدموع تنهمر من عيني لم يستطع البكاء. وصلتنا الصور لأصابع الضحايا وهي غير متساوية،
عندما نسأل لماذا؟ لأن قالوا لنا يظل ينحتون أصابعنا بالأمواس، ولذلك تجد أن أحد الأصابع أصغر أو أكبر من الأخرى. يتم التعذيب بأعقاب البنادق، يتم أخذ الضحايا ليلا إلى داخل إلى الطرق الإسفلتية، ثم يوهمونهم بأن الطقم العسكري سوف يدوسهم ويعيشون حالة رعب لا يمكن يتصورها. من الأساليب، أحدهم أحد الطلاب الذي كان متجها إلى صنعاء أخذ إلى سجن الصالح، أولا إلى سجن مقبنة ثم إلى سجن الصالح، وثم عذب عذابا شديدا، ويريد أن يتهم أنه داعشي. عندما قال لهم أنا طالب ومستعد، أنا أثبت لكم بكل وسائل الإثبات بأني طالب في كلية الهندسة، ضرب بأعقاب البنادق، أطلق النار إلى جواره، علق من قدميه، وعندما نام لم يستيقظ إلا وهو في غرفة يحيط به أكثر من 10 من المختلين عقليا وهم عرايا، وفي غرفة مليئة بالقذارات والبراز، حتى أنه يقول لن لو أصبت بالزهايمر أو فقدت الذاكرة لن أنسى هذه اللحظة التي استيقظت فيها من هذا السجن. إضافة إلى عملية نزع الأظافر التي تمت للمهمش الذي ذكرناه في بداية القصة، نزعت أظافره وبتر واللحم، نزع حتى اللحم من بعض أجزائه من أجل أن يجبروا على أن يقاتل معهم. إضافة إلى الإعدامات الوهمية التي تمت بإطلاق الرصاص، كانوا يدخلونهم في غرف ويلاحظون في الجدران بأنها مليئة بالدماء، حتى يتبادر إليهم من أول وهلة أنه قد أنها غرفة للإعدامات، ويعني يخبرونهم إذا لم تعترفوا، إذا لم توافقون الرأي سيكون مصيركم مثل مصير الأول. وقد ونحن لا نعلم إلى حد الآن حقيقة الإعدامات الموجودة داخل السجن، حتى أنها تحتاج اليوم إلى تحقيق دولي من خلال لمعرفة حقيقتها وحجمها إلى غير ذلك. هنالك يعني الضرب الدائم، يعني استقبال الضحايا بالضرب واللكم والضبط، حتى ما يصل إلى داخل الغرفة إلا وقد وجد قد احمر وجهه من كل مكان. يعني إضافة إلى 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 التعذيب الجانب النفسي، يعني لدرجة التمييز الجغرافي، يعني أن حتى أحدهم يذكر في القصة، ونحن نقولها للأمانة التاريخية، الأمر ليس متعلق بمنطقة على منطقة، لكن هذا الذي يحدث عندما يخبرونها أنتم أبناء تعز أشبهوا بجي، فيجب أن نظل دا يعني واضعين أقدامنا عليكم ما لم ستفوح منكم هذه الرائحة. بمعنى نحن ذكرنا في بداية التقرير المسؤولين عن هذا السجن، سواء الآتين من صنعاء أو الآتين من حجة أو الآتين من إب، أو حتى أبناء تعز الذين تواطؤوا مع جماعة الحوثي، سواء المعينين سياسيا أو الذين كانوا في الميدان، ونحن حرصنا على أن تكون القائمة واضحة وموجودة للعيان. اسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم معنا أحد ضحايا هذا السجن، وهو عبد العزيز محمد من تعز عبر الهاتف. مساء الخير أخ عبد العزيز. مساء النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. الحمد لله على السلامة. هذه الاستضافة. الله يسلمكم. إذا احكي لنا يا عبد العزيز اللي حصل لك. بخصوص قبل ما نتكلم بخصوص الانتهاكات التي تعرضنا لها، نهنئ الجميع بثورة 11 فبراير المبيدة، و وخصوص سجن الصالح طبعا معتقل لكل ابناء الجمهوريه من خلال يعني اعتقالنا بالسجن، وما التقينا به من المعتقلين من كل المحافظات، والذي عانينا به وذقنا المر في هذا السجن كان قتل كبير للصغير والكبير، والذي كان تحت مزعوم الدعوشه لا يهمهم صغير او كبير، معتقلين واسرى تراوحت فترتهم من السنة حتى الأربع سنوات. عانيناه ليس قليل ليس إسراء، ولكن هي الحقيقة الحوثيين استخدموا العنف الجسدي والنفسي ضد كل من يعتقلوه أو يأسروه، وأنا كنت أحد من تعرضت للإعدام الجسدي والتعذيب النفسي، وهناك كثير لكوني اعتقلت في فترة 3 سنوات. الحوثيين استخدموا سلوك الابتزاز، وهو الابتزاز مقابل النص المليون وتراوح حتى المليون من دون جهات سجني، وحتى خروجي وانا ايضا لم اتعرض للابتزاز المادي مقابل خروجي كذبا، ورغم ذلك
ورغم ذلك كنا نضخ ونحاول من رغم تكرارا عسى ان نخرج او يفرق عننا وما ايش، والبعض ينجح والبعض الاخر يظل ايش رغم الاكتشاف المادي الا من صدفه الا من الا من صدفه الحظ. بلغ ما ابتزوني به اكثر من مليون منذ اعتقالي وحتى خروجي وعلى شاشة الدفعات، وبالاخير خرجت كبادر فردي من امثال كثير والمبالغ اكثر واعرف الكثير منهم. يعني انت اخذوك يعني بتهمه ماذا؟ يعني لو تحكي لي من البدايه كيف لما اخذوك من البيت من السوق من اي مكان وما التهمه اللي وجهت لك؟ اخذونا من هناك يعني من الحوبان مجرد استدعاء او مجرد بلاغ بحسب ادعائهم ومن ثم التحقيق. نعم. بدايه ما اخذوني طبعا اخذونا من الحوبان ومن ثم اخذنا الى سجن الى مستشفى، هو كان في الاول مستشفى سجن سيناء، من ثم تعرضنا واخذوني الى غرفه فيها يعني البراز والبول ومجانين كانوا في الغرفه، ومن ثم حاولت يعني اتنفس يعني عانيت من التنفس، وحتى حاولت ان يعني ادق الباب عشان يخرجوني من هذا الطبيب، بينهم يعني فاجأت انه يعني دخلوا واعتدوا علي حتى ايش اغمي عليا في بعد الاعتداء. ومن ثم يعني بعد العصر الساعه 4 من الصديق اخذوا اخرجوني من التحقيق واسلوب الاهانه والعنف يعني تحت حجج انه انت ليس عارف هنا وما انت تواصل ومنهم الدواعش من هذا القبيل. نعم. وباسلوب الهزل والرفس والالفاظ البذيئه والسيئه، ومن ثم انزلنا من بعد ذلك الى الدور الاول ولقيت المعتقل في الكثر واستمرت ثلاث ايام حتى اخرجونا بعدها في الليل. وانا ومجموعه من الاسرى ومن الشباب وحتى اقتادونا الى الصالح، واثناء الطريق تعرضنا للرفس والدك من الرفس والسب، ويعني حتى وصلنا الى الصالح ومن ثم حكموا معنا، وكانت ومن وصلونا قالوا هذول ايش دواعش كانوا في الجبهه، رغم انهم كانت اغلبهم هم مدنيين ما لهم علاقه ولا لهم يعني اي ذنب او يعني او من هذا القبيل. ودخلنا الى الصالح الى شقه الاستقبال، كانت شقه ضيقه يعني تتراوح ما بين يعني المعتقلين في الشقه الواحده الى 40 شخص يتراوح المعتقلين. ومن ثم يعني لا يعني عانينا من الكتان ومن يعني استخدام البطانيات والفرش لاكثر من شخص والامراض ما تمر يوم الا وفي 10 في مريض في تسمم غذائي في نقص في طيب نقص في يا عبد العزيز انت كيف خرجت؟ كيف يعني افرجوا عنك؟ طبعا اخرجوا عنا بعد ما اصبحوا اسرتي الايزي الغالي والرخيص يعني اخراجي بعد 3 سنوات تفرج عني بطريقه التبادل عن طريق ال 35 عملية تبادل. إذن شكرا جزيلا لك عبد العزيز محمد أحد ضحايا سجن الصالح، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأعود إليك نور. نور كنت سألتك قبل قليل حول إمكانية دخولك لهذا المعتقل ويعني تقصي الحقائق هناك، كيف استطعت ذلك؟ في الحقيقة هو دخولي كان لهذا المعتقل ليس بالسماح لي بزيارة هذا المعتقل، لأن هو كان اعتقال قام به مشرف الحوثيين كان يدعى أبو محمد المداني، تم أخذي من فرز الصنعاء اللي هي يعني قولة القصر في الحوبان، وقام بإدخالي إلى سجن الصالح لمدة يوم ونصف، وبعد ذلك تم تحويلي إلى محافظة الدمعر. طبعا هو كان سبب الاعتقال هو بانه كنت انا اقوم في توزيع مساعدات الاغاثيه او مواد الطوارئ في مدينه تعز، وكنت في مركز القانون الدولي الانساني، وكنا نقوم بتوزيع هذه التابعه لمنظمه الهجره الدوليه.
عندها تم اتهامي من قبلهم أننا أوزع أو أساعد الدواعش في تعز وما إلى ذلك. في الحقيقة انصدمت في تلك اللحظة، قلت لهم أن نحن نعمل في توزيع المساعدات للنازحين في ذلك الوقت، لأنه كان هناك في مدينة تعز في مطلع 2016 قرابة نصف مليون نازح في محافظة تعز، وكانت معروف في ذلك الوقت أن مدينة تعز كانت محاصرة من كل بشكل كامل يعني المدينة، وكان لا يوجد منفذ لها سوى طالوق وهو جبل، وكان هناك تقوم الحمير والمواشي في نقل الاحتياجات إلى داخل المدينة. في عندها أثناء دخولي لمدينة الصالح أيضا أنا بقيت هناك مع العديد من الأشخاص أو اللي كانوا سجناء في هذا السجن. هناك حالة سيئة يصعب على أي شخص أن يتحدث بها أو يصفها كما هي في الخارج. لذلك لأنه كان أول ما تدخل هو شبه ظلام خاصة في الليل. هناك حشرات ما يسموها الكتن أو القمل أو يعني منتشرة بشكل فظيع داخل السجن، وهي تؤدي إلى حالة نفسية يعني تكون مصدوم من هذا الشعور. أيضا أثناء بقائي هناك إلى يوم ونص كان هناك يعني أسوأ شيء يعيشه السجناء في مدينة الصالح هو الليل، لأن في الليل يتم أخذ السجناء إلى التحقيق معهم وتعذيبهم حتى الفجر. هناك لدرجة أنك تسمع أصوات التعذيب، تسمع أصوات الضرب، الدكم، أحيانا إطلاق العير النارية يعني بشكل مرعب جدا. يعني يتمنى السجين في مدينة الصالح أنه أن يظل النهار حتى يخرج من هذا السجن لكي لا يعاني خوف الليل والرعب الذي يعيشه السجناء. طبعا هذا ليس في مدينة الصالح فحسب، وإنما أيضا في المعتقلات الحوثيين في ذمار منها قسم الشمالية. يعني يتم تعذيب الشخص، يأخذه من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 فجرا، يتم تعذيبه بشكل مستمر بحيث لا يعود من يتعرض للتعذيب لا يعود بحالة جيدة. منهم من يعود وهو يسيل الدم منه، ومنهم من يعني يمر في حالة يجزع كل يعني البراز كذا من شدة التعذيب، كل شيء يمشي عليه. يعني هناك يعني هذه الحالة المؤسفة نور، يعني هذه نحن نتحدث عن سجون، يعني سجون موجودة معلومة مسمى، يعني لما لا يتم النزول لهذه السجون من قبل منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان؟ لما يتم السماح بكل هذا الجنون لتعذيب اليمنيين بهذا الشكل؟ في الحقيقة هي معظم سجون الحوثي أو الطريقة التي تم القبض عليها على هؤلاء السجناء هي طريقة غير قانونية، لأنه يتم اقتيادهم إلى السجون بدون أي مبرر، بدون أي إجراءات، لا نيابة ولا أي تهمة، فقط مجرد مشرف من الحوثيين يصفك بأنك داعشي أو مرتزاق أو ما إلى ذلك، هي كلمة واحدة يستطيع أن يلصقها على أي شخص ويقتاده لسنين في السجون دون تحقيق، دون محاكمة، دون أي شيء. فهو يعني مشرف الحوثي اللي يقوم بالقبض على أي شخص مدني هو يعتبر هو المحاكم، هو الحاكم، هو المدافع عنك، هو كل شيء. أنت لا تمتلك أي صلاحية سوى أن تنتظر رحمة هذا الشخص بأن يسمح لك بالخروج من هذا السجن. أيضا يعني طريقة في نقطة واحدة أحب أن أوضحها، إنه التعذيب في سجن الصالح أو بعض السجون الأخرى لا يكون بطريقة يعني إنه عليك حاجة أو ما عليكش حاجة. يعني قرابة أنا أعتقد إنه 70% من الحالة التي تعرضت للتعذيب لم يكن عليهم أي شيء، فقط يعني مشرف الحوثيين أو المسؤول على التعذيب في هذه السجون يمر أحيانا في بعض الأوقات كذا لمشاهدة المساجين من النوافذ أو من الأبواب أو من كذا، يدخل لزاد ويشاهد المساجين. هو يعني بشكل مزاجي وبشكل يعني الشخص اللي يشوفه يعني أنا مرتحت لهذا الشخص، مباشرة يقتاده في الليل ويتم تعذيبه تعذيب شديد بدون أي رحمة وبدون أي سبب بدون أي شيء. لدرجة أن أحد السجناء عندما سألته لماذا يتم تعذيبك، يعني هو تم تعذيبه يعني رجع وقده لدرجة أنه اكتسر على أحد أضلاع الصدر أحد العظام وكان يتألم بشكل شديد وكان يبول دم. فعندما أنا أقول له طب ليش يتم تعذيبك بهذه الطريقة وكذا كذا، يعني بعد قرابة 3 أو 4 أيام كنت لا يعني في البداية كنت لا أستطيع التحدث معه لكي لا أدخل في شبهة مع الحوثيين أو ما إلى ذلك. بعد 3 أيام أنا أتحدث معه وأقول له لماذا تم تعذيبك بهذا الأسلوب، يقول لي هو سألني سؤال ليش فلان بمنطقة فلان سمي ابنه داعش. كان أقول أنا ما أعرفش هذا الشخص، ما أعرفش من هو هذا الشخص، واشتد عليه في التعذيب حتى الفجر.
طب منو هذا الشخص؟ يقول له انا ما اعرفش هذا الشخص، من فين هذا الشخص؟ يعني يعطيك سؤال غبي جدا، يستهتر بمن امامه، بالانسان اللي امامه، لكي يجد لنفسه سبب يعني للتعذيب لا اقل ولا اكثر. اذا شكرا جزيلا لك. لا اقل ولا اكثر. بالنسبه نعم. بالنسبه للمنظمات الدوليه نعم. بالنسبه للمنظمات الدوليه تم مناشده المنظمات الدوليه لاكثر من مره بزياره هذه السجون، و يعني لمشاهدة هذه السجون، لتقييمها، للقذارة التي داخل السجون، لعدم توفر المياه داخل السجون، يعني للطعام، يعني قلة الطعام. يعني أحيانا يعطيك كيس عيش في بو 5 حبات نعم. عيش صغيرة، يقول لك هذا مثلا 10 أشخاص. هذه المنظمات تتقال هذا الأمر، تحاول أنها تتواصل مع جماعة الحوثي، لكن جماعة الحوثي بشكل واضح هي لا تريد التعاون مع أي جهة دولية أو أي منظمات تقوم تتدخل في هذا الشيء، لن تسمح لأي جهة بأن تقوم بزيارة هذه السجون إلا يعني بعد التنسيق معها وترتيب كل شيء معها، وبتخلوك تزور سجن واحد بتقدر تصلحه. طبعا السجين عندما يكون في السجن هو في الحقيقة لا يستطيع التحدث، حتى وإن أتى فريق دولي لزيارة وهو ما زال تحت قبضة الحوثيين لن يتحدث، لأنه بعد ما يذهبوا قد يتعرض للتعذيب بشكل شديد، لذلك هو لن يتحدث وهو في السجن. نعم. إذن شكرا جزيلا لك نور الدين منصور الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، تعقيبا على حديث نور حول المنظمات الدولية وصعوبة دخولها أو زيارتها لهذه السجون، وإن حدث فهو يتم الترتيب والتنسيق وإطلاعها على واجهة لنقل أنها جيدة إلى حد ما، لا يتم الاطلاع على ما يحدث. يعني هناك أشياء مهولة فعلا تحدث عنها نور وكذلك تقريركم. نحن عندما نتحدث عن المجتمع الدولي يعني أمامنا أمرين اثنين. الأمر الأول ما يتعلق بفرق التحقيق التابعة سواء لمجلس حقوق الإنسان أو لمجلس العام، وهذه فيها إشارات واضحة لكنها غير تخصصية، لأن التقارير تصدر في سياق تقرير عام عن الانتهاكات لعام معين، وبالتالي عندما ترد قصة عن سجن معين أو عن معتقل في سجن الصالح تتحدث عن معتقل في سجن ما، يصبح هذا السجن مجهول كبقية السجون مثل السجن الاستخبارات والأمن السياسي والمركزي إلى غير ذلك، ولذلك لا يكتشفون خطورة هذا السجن. الأمر الثاني أنه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هي لو تابعنا كل التقارير التي صدرت خلال الفترة الماضية لا توجد تقارير تخصصية دقيقة عن المعتقلين إلا بعد صدورها من منظمات محلية يعني منظمات محلية بالدرجة الأساسية. نعم. وبالتالي هنا يصبح العبء كبير على المنظمات. نحن على سبيل المثال عندما كنا أو بادرنا بإصدار أول بيان عن السجون السرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدى القوى المشرفة عليها، تتابعت التقارير سواء من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو حتى من التقارير الإعلامية للوكالات الدولية أو إلى غير ذلك. وعندما بدأنا فتحنا أيضا تحقيقات داخل سجون كثيرة مثل سجن الطين وسجن بير أحمد وعدد من السجون الدولية، ظهرت قضايا السجون، ولذلك حتى أحد المحققين يقول لنا بالنص الواحد نحن أصبحنا نعتمد على سام بصورة كبيرة في قضايا السجون والاعتقالات غير القانونية، وهذا يعتبر نحن نعتقد أنه إنجاز مهم الآن نبني عليه. نحن الآن نعمل على هذا الإطار، هذا سجن الصالح لدينا تقارير نوعية ستصدر قريبا في عدد عن سجون في عدد المحافظات بما فيها عن معتقلين يمنيين في سجون المملكة العربية السعودية والتي تشرف عليها المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا الأمر أصبح مهم، لأنه بعد صدور التقارير في جنوب اليمن وحدوث الضجة الإعلامية الكبيرة تحرك هذا الملف، تم الإفراج عن كثير من المعتقلين، تحركت النيابة العامة، أصبحت الحكومة الشرعية، الإمارات، السعودية، التحالف في وضع حرج، بدأ هذا الملف. نحن اليوم نتمنى من هذا الملف، من هذا التقرير، ونتمنى الإعلام أن يكون أيضا عونا لنا، وسيصدر نسخة باللغة الإنجليزية، والآن كثير من النشطاء يتواصلون معنا يريدون نسخة باللغة الإنجليزية. نتمنى أن يكون هذا التقرير إضافة نوعية لعمل حلحلة، خاصة وأن الصليب الأحمر هو معني بالدرجة الأولى ولديه قنواته ووسائله في التواصل مع أطراف الصراع في كل مناطق العالم، وهو متخصص في هذا الإطار. الإشكالية الحقيقية أن ما يحدث ليس فقط في سجن الصالح، يعني هناك العديد من السجون، وما يؤسفني حقيقة أنها سجون يعني
موجودة معلومة معروفة عناوينها، ليست سجون سرية لنقل يعني يتم نكرانها كما يحدث في عدن وغيره، يعني لا يستطيع أحد التدخل للحد من كل ما يحدث، خاصة وأن الأمر يتكرر في ذمار وفي صنعاء، ونعلم كيف يخرج السجناء من هناك في عملية التبادل. احيانا انا اعتقد انه يعني اولا في اشكاليه متعلقه بالمجتمع الدولي، هي خاصه المقررين الخواص عندما يتم التواصل معهم او حتى مع القضاء الدولي او الوطني ذات الصبغه الدوليه، ويتحدث على ان جماعه الحوثي ميليشيا غير معترف بها، وبالتالي قضيه المساءله والمخاطبه فيها اشكاليه وفق الاعراف المتعارف فيها في في في, في هذا الخصوص. الامر الثاني، هنالك سوء اداره للاسف الشديد، سوء اداره من قبل الحكومه الشرعيه لملف المعتقل وملف الأسرة. بمعنى اليوم عندما تريد أن تتحدث عن المعتقلين والأسرة وتضغط في اتجاه معين أمام جريفيث وأمام العالم الدولي، وهي في نفس الوقت تتجاهل الأسرة المعتقلين الموجودين في سجن بير أحمد، في سجون عدن، في سجون أبيم، في سجون شبوة، في سجون المهرة، في سجون حضرموت. هنالك جانب أخلاقي متزعزع لدى الحكومة بما فيها وزارة حقوق الإنسان أو رئاسة الوزراء. اليوم الأمهات باستمرار أمام رئاسة الوزراء، أمام التحالف إلى غير ذلك. هذا الملف المفروض الحكومة أن تقدم نموذج جيدا لهذا الملف، أن تغلق كافة السجون السرية، أن توجه كافة القيادات والألوية والمعسكرات، وتكون هنالك عقوبات صارمة وجزاءات قوية في كل الأماكن. نستطيع أن نتحرك اليوم، إضافة إلى أن جماعة الحوثي اليوم استطاعت اليوم أن تلغي الفوارق بين الاعتقال المدني والاعتقال العسكري، بمعنى والمقاتلين، وبالتالي حتى اتفاقية ستوكهولم عملت على لم هذا الملف وأصبح ملف المعتقلين والأسرى، ولذلك جماعة الحوثي تعمل على لم لم صحيح. إذا اسمح لنا لتحولهم إلى أسرى حرب بما فيهم الصحفيين أنفسهم. صحيح، اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، حاض الله اوقاتكم واوقات الساده المشاهدين. اهلا بك. اذا استاذ نبيل، كيف تابعتم تقرير منظمه سام حول سجن الصالح وما يقوم به الحوثيون من تعذيب للمدنيين في محافظه تعز؟ التقرير من التقارير المتميزه، وهو تقرير حقوقي يعني قدم نموذجا لما يسمى بالمبادئ التوثيقيه لعمليات الرصد والتوثيق. اعتمد على الشهادات الموثقة بالأساليب اللازمة للتوثيق، وأيضا قدم لنا نموذج كامل لما يحدث، تحدث بالأرقام وهو أهم ما يتطلبه التقرير الحقوقي. ونحن نعتبر مثل هذه التقارير مصدر رئيسي وأساسي لتقارير وزارة حقوق الإنسان. فالوزارة عندنا في تقاريرها تعتمد على مصادر منظمات المجتمع المدني بالإضافة للراصدين التابعين للوزارة وأي مصادر لتقارير موثوق منها. إذا كيف يمكن إيصال صوت هؤلاء الضحايا أستاذ نبيل للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة؟ دائما ما نعتمد المؤتمرات الدولية كأساس. نحن الآن في هذه الأيام نحضر الدورة 47 للجنة العربية لحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وفي إطار هذه الدورة قدمنا جملة من الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد المواطنين العزل في المناطق المختلفة من اليمن، وتحدثنا عن هذه الأمور عبر تقارير تم رصدها، واعتمدنا فيها على تقارير الوزارة وتقارير اللجنة الوطنية لرد الانتهاكات، بالإضافة للمعلومات الموثقة من خلال المجتمع المدني المحلي والدولي. وفي الأيام القادمة سننطلق إلى جنيف لحضور الدورة، دورة حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، وفي هذه الدورة سيكون معنا عدد من منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها منظمة سام، وستقدم هذه التقارير أمام المنظمات الدولية وأمام مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي يعني نكون بذلك قد أوصلنا صوت الضحايا بالشكل الذي نقدر عليه في هذه المرحلة. نعم، هذا الملف يسوقنا للحديث عن
ملف الأسرى الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق السويد، هل نعتبر أنه فشل تماما؟ اتفاق ستوكهولم اتفاق تحدثنا مرارا وتكرارا في الوسائل الإعلامية أنه اتفاق ولد ميتا منذ اللحظة الأولى، فكان من الواضح تماما أن الميليشيات الحوثية جاءت إلى ستوكهولم كما جاءت في بقية اللقاءات في جنيف أو في الكويت مجرد كسبا للوقت ومحاولة لدرء أي مخاطر في التقدم في عمليات التحرير على الأرض، وبالتالي كان واضحا أن الحوثيون لن يقوموا بأي عمل في إطار تحقيق هذا الاتفاق، وأثبتت الأيام يوما بعد يوم وشهرا إثر شهر، فنحن في الشهر الرابع عشر ولم يعد أحد يعترف باتفاق ستوكهولم إلا مارتن جريفيث تقريبا لوحده، وبالتالي ما حدث فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين المختطفين هناك لقاءات عديدة وهناك سجلات قدمت إلى المكتب المبعوث، لكن حقيقة لم يحدث فيها أي تقدم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، كيف تقيم الأداء الحكومي خاصة وزارة حقوق الإنسان في قضية المعتقلين والمخفيين قسرا؟ أنا حقيقة لي وجهة نظر، يجب أن قضايا المعتقلين والمخفيين قسرا، وأكررها من على قناتكم، هذه اليوم أصبحت أحد إشكاليات هذه الحرب منذ 5 سنوات. الموضوع غير متعلق اليوم بمعتقلين يتم الإفراج عنهم أو متابعة وضعهم داخل السجون وانتهى الأمر. قضايا المعتقلين اليوم متعلقة بتعقيدات اجتماعية واقتصادية ونفسية، وبالتالي أنا دعيت إلى إنشاء هيئة متخصصة من تجمع بين الحقوقيين والإنسانيين والسياسيين في هذا الجانب، يتم رعاية أسر المعتقلين لأنهم في النهاية هم اعتقلوا لأسباب يعني انتمائهم أو عدم اتباعهم لجماعة الحوثي. أسر كثير من هؤلاء المعتقلين توقفت عن الدراسة، توقفت عن العلاج، لا يجدون الرواتب، يعيش يعيشون حالة خوف، هذه يجب أن ترعى، يجب أن يكون هنالك حلول واضحة لهذا الأمر، إضافة إلى أن المعتقلين بعد الخروج من السجن يجب أن يعني أن يعاد لهم تأهيلهم النفسي، كثير من المعتقلين لا يستطيع أن يندمج بالمجتمع بصورة كبيرة، البعض من المعتقلين يخرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، بمعنى يخرج من لكن أين دور وزارة حقوق الإنسان فيما يحدث أستاذ؟ يعني هل قامت بدورها كما يجب؟ وزارة حقوق الإنسان اليوم هي جزء من الإشكالية الحكومية الموجودة، اليوم في إشكالية كلها، إشكالية الحكومة الضعيفة المهلهلة التي لا تمتلك القرار، وزارة حقوق الإنسان تأتي في سياق هذه الحكومة. اليوم ما دمنا لا نمتلك قرارنا، لا نمتلك قدرتنا، لا نمتلك إدارة بلادنا، لا إشراف على السجون الموجودة على الأرض، ماذا نطلب من وزارة حقوق الإنسان؟ نعم هنالك قصور واضح، هذا القصور يبدأ من رأس الهرم مثلا رئيس الجمهورية أنت بأسفل الموظف، لكن الأمر اليوم يعني قضايا المعتقلين هي قضية إنسانية يتداعى لها المفروض الناس كلهم، يجب أن يكون هنالك هيئة، يجب أن يكون هنالك صندوق يشارك فيه رأس المال اليمني. هنا الموضوع كما قلت لك ليس موضوع متعلق بإفراج عن المعتقلين، اليوم بعد ما يفرج عن المعتقل من سجن جماعة الحوثي أو من أي سجن كان، ثم ماذا بعد؟ كثير من المعتقلين، تصوري أحد المعتقلين يقول أنا أتمنى أنني بقيت في السجن، وهو في مأرب ليس في أي مكان آخر، ورسائله موثقة لدي، يقول أتمنى أنني بقيت في السجن، لا أجد ما آكل ولا ما أعي أسرتي عليها. بمعنى لا، يعني الإشكالية المعتقلين يجب أن تؤخذ في إطارها الكلي، ليس في إطار إفراج من الحرية هي أغلى ما يمتلكه الإنسان، هذا أمر لا جدال فيه، لكن أيضا يجب أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، رعايتهم الذين اليوم المعتقلين الذين لديهم 3-4 سنوات، هل تم يعني تحسس أسرهم أولادهم أوضاعهم،
توفير لهم مصدر رزق ثابت. هذا الأمر كبير، هذا يتعلق بقرار حكومي وصادق، وهذا هو الذي سيثبت حنو الحكومة ومسؤوليتها، مسؤولية إنسانية بالدرجة الأولى قبل أن نتحدث عن مسؤولية دستورية وأخلاقية نحو أبنائها داخل اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.